أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسألة السومرية، السومريون من هم؟ ما أصلهم؟ من أين أتوا؟ ما هي حضارتهم؟ هذه الأسئلة بقت تشغل الأوساط الأثرية الخارجية خاصة سنوات طويلة بعد أن عرف الخط الكتابة المسمارية واللغة اللي كتبت بها اللغة السومرية في أواخر القرن 19. في مطلع القرن 20 بعد أن عرف العالم الأوساط الأثرية وخاصة المشتغلين بجذور الحضارة أو بالحضارات الأولى الأصيلة، كانوا يتساءلون عن الحضارة السومرية، ما هي ومن أين أتت ولماذا في العراق ولماذا في دلتا بلاد الرافدين. يظهر في مطلع القرن 20 والعراق استوى خرج من الاستعمار العثماني ودخل للسيطرة البريطانية، ومدنها كانت لا زالت في بداياتها، بغداد كانت شبه قرية كبيرة. فهذه الأوساط الأثرية التوراتية التاريخية كانوا يستكثروا على العراق، هذا العراق الآن المتخلف في مطلع القرن 20 اللي خرج ضعيف وجاهل وأمي ومدنه ممزقة، كيف هذا يكون موطن أعظم وأقدم وأأصل حضارة وظهرت في العالم القديم. فبدوا يضعوا التكهنات والاستفسارات، هل هي قادمة من وراء جبال زاغروس؟ هل هي من بلاد الأناضول؟ هل هي من أواسط آسيا؟ إلى آخره. يعني رائدهم أو مرشدهم بهذا كان أن اللغة السومرية لا تشبه اللغة البابلية أو الأكادية أو الأشورية وغيرها. في الحقيقة بقت هذه التساؤلات إلى أواخر الأربعينات من القرن العشرين، إلى أن مشتغلين بجذور الحضارة وبآثار العراق القديم، منهم عراقيين وطنيين وشباب في الغرب المنصفين اللي كانوا بدأوا لا يستكثروا على هذا البلد بلاد الرافدين أن يكون منبع لحضارة أصيلة مثل حضارة السومرية اللي هي توازي أو أكثر من حضارة وادي النيل أو حضارة وادي النهر الأصفر في الصين. فبدت توضع اجتهادات الحقيقة، درس أدبهم ودرست أساطيرهم ودرست ملاحمهم، وأخذت الآراء تتبلور وتتغير، لكن مع هذا كان هناك شيء من الشك لا زال يراود بعض المشتغلين بجذور الحضارات الأولى الحقيقة. نحن في العراق الحقيقة الجيل الجديد من الآثاريين اللي تلاميذ الأوائل المرحومين طه باقر وفؤاد سفر وناجي الأصيل وساطع الحصري اللي أعقبناهم وتربينا على مدرستهم الثقافية الآثارية الوطنية القومية، بدينا أيضاً نتساءل. اللي أقدر أقوله أعزائي المشاهدين باطمئنان الآن وبعد استعراض كل هذه الآراء وكل النظريات اللي وضعت من قبل الزملاء والأساتذة الغربيين، أن الحضارة السومرية والأدب السومري والملاحم السومرية هي كما يلي. حقيقة في مطلع الألف السادس قبل الميلاد، بعد أن عرف فلاحو العراق الأوائل في سهول العراق الشمالية، سهول الموصل وأربيل ودهوك وكركوك،
وغيرها عرفوا الزراعة وتدجين الحيوان، وبدت الثورة الزراعية، وبدت نواة تتأسس نواة القرى الأولى اللي بدت تنبت فيها بذور الحضارة الأولى في هذه القرى الأولى اللي هي في العمارة والفن وعمل الفخار والدين وجذور الدين الأولى الحقيقة. أخذ هؤلاء الفلاحون ينحدروا مع دجلة والفرات إلى وسط وجنوب العراق، عندنا أثار انحدارهم في تل الصوان قرب سامرة، في المبدد إلى الشرق من تكريت، في رأس العمية قرب بابل، وحتى دلتا بلاد الرافدين. لما وصل فلاحو العراق الأوائل إلى الدلتا، إلى السهل الرسوبي الجنوبي، بدأوا يعملوا على تهيئة المنطقة للزراعة، وبدأوا يقيموا الكبائش، يعني يقيموا أراضي، يحصلوا الأراضي من الأهوار، لأن كان جنوب العراق لا زال رطب ولا زال تملأه الأهوار والمستنقعات. فإلى أن قدروا يأسسوا قرى أولى في هذه المناطق، ويبدأوا بفلاحة الأرض والسيطرة على الإرواء وعلى المياه. فبدأت القرى الأولى هذه، الوركة وأور والأرسة ونفر وأريدو وغيرها، بدأت تنشأ في مطلع الأرث الخامس. اللي حصل الحقيقة هؤلاء الفلاحون المستقرون اللي بدأوا يشيدوا نواة الحضارة والمدينة والتمدن في دلتا بلاد الرافدين، ورد اجى عليهم موجة بشرية قادمة من أرض الخليج. ما هي أرض الخليج؟ الحقيقة الخليج العربي خلال الموجة الجليدية الرابعة اللي بدت حوالي 2,000,000 سنة قبل الميلاد وانتهت حوالي 20-25,000 سنة، هذه كان الحقيقة الموجة كونت جبال وتلول جليدية في شمال الكرة الأرضية. بتكون هذه الكتل الجليدية العظمى البحار والمحيطات نقص عمقها بين 100 إلى 120 متر. من جراء هذا الخليج العربي اللي لا يزيد عمقه عن 100 متر كان أرض يابسة طيلة أكثر من 250,000 سنة. في هذه الأرض اليابسة الخضراء اللي ترعى بها أنواع الحيوانات واللي تنبت بيها نباتات وأشجار وغابات كثيفة، كان يعيش بشر طبعاً. هذا البشر لما انتهت الموجة الجليدية الأخيرة في 25,000 سنة أو 20,000 سنة، بدت البحار والمحيطات تمتلي بالمياه اعتيادياً. البحر العربي والمحيط الهندي والبحر العربي وصلت كميات هائلة من المياه طبعا. من البحر العربي المياه أخذت تدخل إلى الخليج العربي، فبدأ الخليج العربي يعني تغمر المياه بالتدريج. الإنسان والحيوان اللي كان يعيش في هذه الجنة الخضراء في هذه الأرض المعطاء أخذ يهرب الحقيقة. قسم منهم هربوا إلى السواحل الشرقية للجزيرة العربية، يعني لجبل عمان، جبل الأخضر، للإمارات الآن، لقطر، إلى البحرين، وحتى فيلكة في الكويت، وحتى سواحل العراق المطلة على الخليج. البشر الهاربون من هذه المياه الفائضة الحقيقة من أرض الخليج، المهاجرون من أرض الخليج واللي وصلوا إلى دلتا الرافدين بالجنوب، احتكوا بالفلاحين الأوائل الهاربون من
من أرض الخليج من 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 فيضان الخليج أتوا معهم بقصص وحكايات عن الطوفان الهائل اللي أغرق جنتهم، اللي أغرق أراضيهم، فكانوا يطلقوا على نفسهم نحن الخارجون من البحر، القادمون من البحر. هؤلاء البدو، خلي نقول الرعاة الذين لا يعرفون التمدن، احتكوا واختلطوا بسكنة مدن الدلتا، الوركة وغيرها من المدن اللي تكونت الآن، واحتكوا بهم وتعلموا منهم الاستيطان والزراعة، والفلاحين سكنت هذه القرى الأولى الحقيقة، أخذوا آداب وملاحم وأساطير هؤلاء الناس، وباختلاطهم تكونت الملاحم والحضارة والآداب السومرية والآداب اللي نطلق عليها السومرية. هؤلاء باختلاط الشعبين النوعين من البشر، الهاربون من الخليج والمستوطنون بالدلتا، كونوا السومريين الأوائل وحضارتهم الأولى وآدابهم وملاحمهم وأساطيرهم. هذا يعني رمزها في ملحمة جلجامش. جلجامش هو المتمدن، هو ساكن الوركة، وأنكيلو هو ساكن البراري القادم من أرض الخليج، الراعي البدوي. باختلاط أنكيدو اللي يمثل الرعاة والقادمين من الخليج بجلجامش اللي يمثل التمدن، ظهرت الحضارة الشومرية. هذه أعزائي المشاهدين هي حكاية تكون آداب وملاحم وحضارة بلاد سومر في دلتا وادي رافدين.